يا مرحبا ويا هلا ويا غلا بكم في الشغل. يعني الناس بتقول الأشعة جايين والناس بتقول النفرولوجي جايين، يعني حاجة ظريفة جدا. الحمد لله خير. الله المستعان. تسلم يا محمد باشا. كل الجهود يعمل القهوة لو كان هيعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول ايه بقى؟ البورتال سيركيوليشن او هي الدوره الباليه بتاعتك، بيجي طلب منك الدولار بتاعها، يقول لك لو سمحت انا عايز البورتال سيركيوليشن. فمعظمنا بيكتفي بالسونار، يقول لك ابص على البورتال فين وخلاص، ابص على البورتال فين كده وجيبه مفتوح، ولو كتر خيره لو جاب الشمال جاب الشمال او جاب اليمين خلاص الحمد لله تمام وكده كتر خيره. خلاص البورتال سيركيوليشن لها انديكيشنز كتيره جدا. يعني اولا المرض المشهور اللي هو اسمه البورتال هايبرتنشن، ان الضغط يكون عالي في الوريد ده، فالدم يبقى كونجستد فيه قوي، فيعمل كولاترالز. فالكولاترالز دي ساعات بليد اللي هي بتعمل هيماتيمسيس في عينين الكبد، مش كده؟ فده اسمه بورتال هايبرتنشن. احيانا يطلب منك هذا الموضوع تو ديتكت حاجه اسمها بورتال فين ثرومبوزس، البورتال فين نفسه حصل فيه جلطه واتسد، فهو طالب منك تبص على القصه دي. خلاص احيانا بيطلب منك هذا الكلام عشان ياسس حاجه اسمها الهيباتيك فينز. ما هم البورتال فينز دول بيصبوا في الكبد، وفي حاجات بتاخد من الكبد ترمي على السيستميك سيركيوليشن. خلاص لو الفينز دي اتقفلت بيسموها باد كياري او فينو اوكلوسيف ديزيز، دي مهمه جدا برضه لازم ان احنا نشوفها. ساعات يبقى في تيومر في الليفر وهو عايز يشوف البورتال فين، عمل انفيجن في الـ في الـ في التيومر ده، وفي سوري التيومر ده عمل انفيجن في البورتال فين ودخل قفله ولا لا. فده مهم برضو من القصص اللي بتبقى مطلوبه منك في الاسسمنت بتاع البورتال سيركيوليشن. بس فهو تقريبا انت كده لازم تبقى عارف اجمالا كده ببساطه البورتال سيركيوليشن دي بتبتدي ازاي وبتنتهي ازاي، وانا دوري فيها كراديولوجي ازاي. البورتال سيركيوليشن عباره عن الدم اللي بيطلع من الامعاء. طب هو الدم بيطلع من الامعاء ليه؟ عشان الاكل اللي حضرتك اكلته بيمتص في الامعاء بطريقه ما، وبعدين بيدخل على حاجه اسمها البورتال سيركيوليشن. الاكل ده عباره عن حاجه كده داتا انبروسيسد، يعني حاجه لسه ما حصلهاش ديتوكسيفيكيشن. لو دخلت دايركت على السيستميك سيركيوليشن بتجيب حاجه اسمها هيباتيك انكيفالوبس. ما ينفعش ليه هيباتيك؟ لانه لازم يعدي على الكبد الاول، فالكبد يعمل لها دي توكسيفيكيشن وبعد كده يدخلها السيستميك سيركيوليشن. الله، يعني انت قصدك دلوقتي لو اتخلقت شنط ما بين البورتال والسيستميك سيركيوليشن ممكن يحصل قصه اللي هي الهيباتيك انكيفالوباسي دي، او الهيباتيك كوما بتحصل نتيجه ان البيبتايدز دي بتخش على السيركيوليشن دايركت بدون ما تروح للليفر، الليفر يعمل لها ديتوكسيفيكيشن. هي وظيفه الكبد في الجسم ايه غير انه ستورج؟ ان هو بيعمل ديتوكسيفيكيشن للماتيريال، وبياخد التوكسينز دي ينزلها كعصاره في البايل داكت، تقوم البايل داكت تفرزها عشان تساعد في الهضم وهكذا. فطبعا الكبد يعني شايل وظيفه هامه جدا، عشان كده سموه الكبد لانه من المكابده، يعني شايل هم كبير قوي. كمان 70% من الدم اللي رايح للكبد عن طريق الايه؟ البورتال فين. في جزء تاني بيروح، طب ده فين يعني شايل نون اوكسجينيتد بلاد؟ قال لك اه، وكمان ده رايح للكبد مش بس يعني يغذيه، لا ده يشيل، ده جايب له حاجات يعمل لها شغل، يعني الفايده اللي بياخدها ايه منه؟ قال لك في اوكسجينيتد بلاد بيروح عن طريق الهيماتيك ارتري بس اقل، اللي هو 30%. عشان كده تلاقي الهيماتيك ارتري فتفوته كده صغننه جنب البورتال فين الكبير. خلاص؟ فالهيباتيك ارتري بيدخل برضه يتقسم. البورتال فين اللي احنا بنقيسه في الليفر وهنتعلم نقيسه في العملي، ما كانش الحته دي قدام البورتال هيباتيك قدام الاي سي، ده اللي احنا بنقيسه المين ترانك. الدايركشن للدم فيه ماشي كده، فيسموه هيباتو بي تل بالتك مش بالدال، ده يعني تحت خلاص، بي ده يعني هيباتو بي مظبوط كده، واللفت برانش يروح كده والرايت برانش يروح كده، فالدايركشن يوني دايركشن ويروح كده. طب الفلو في مالتي فيزك ولا مونو فيزك؟ جدع يقول يعني زي السنترال فينز ولا
زي البريفرال فينز مونو، لان لسه هيعدي على حاجه اسمها ساينوسويد وبوابات، وتقعد تديتوكسيفاي وتقعد تعمل قصص كبيره جدا. فدي معلومه مهمه جدا ان هو مونو فيزيك، مظبوط. بعد كده يخش على الساينوسويد ويتقسم ليفت برانش ورايت برانش، يخش على الساينوسويد والنيوز وبتاع، والدم يعدي على الهيباتوسايتس، والهيباتوسايتس تبتدي تجمع نفسها تاني بالنيوز سيستميك، وتروح تعمل الفينز، بعد كده الهيباتيك فينز، بعد كده الاي في سي، مظبوط. الهيباتيك فينز هم ثلاثه هنقولهم برضه دلوقتي، لكن عايزين نعرف ان البورتال فين بيتكون من برانشين مهمين جدا او تريبيوتريز مهمين جدا. حاجه اسمها السبيريون فين اللي جاي من الامعاء من المصاريق، وحاجه اسمها الاسبرينيك فين ده جاي منين؟ الاسبرين ليه؟ ما هو الاسبرين برضه بيروح للبورتال سيركيليشن او بيطلع من البورتال سيركيليشن. الاسبرين ده وظيفته ان الدم يروح له كل الار بي سيز اللي عجزت. الاسبرين ده ما بيحبش غير الشباب. اي ار بي سيز يلاقي شعرها بيض كده يقوم عامل فيها ايه؟ مكسره. يقوم عاطيها لمين؟ هنا تروح للليفر على انها هيموسيدرين وحاجات زي كده، يقوم الليفر ياخد الهيموجلوبين بتاعها ويستخدمه تاني ويكسكريت بقيه البرودكتس على انها البايل دكتس. خلاص كده؟ عشان كده العيال اللي عندهم هيموليسيز بيبقى عندهم ستونز كتير. ليه؟ لان عندهم تكسير كتير، فعندهم بايل كتير، فعندهم كونسنتريتد بايل كتير، فبيعملوا ستونز كتير. الاطفال بتوع الهيموليتيك انيميا بتلاقي عندهم ستونز عشان كده، مظبوط. وبتلاقي الاسكلين بتاعهم كبير، بعكس بتوع السكن سيل لو تفتكروا اللي بيحصل لهم اوكلوجن، هيمو اوكلوزيف ديزيز، بيحصل اوكلوجن للسبلين، فيحصل له يقعد يكش يكش انفاركشن، فيعمل حاجه اسمها اوتو سبلينكتوم. فهمتوا الفكره؟ دايما كده وانت بتذاكر فكر في الايه؟ في الاطفال. خلاص؟ فده السبلين جرين، ده السبلين ميزنتريك جرين، بيتقابلوا عند حاجه اسمها الكونفلونس قدام ورا النيك اوف ذا بانكرياس على طول. حتى دي اللاند مارك بتاعته. يبقى اول حاجه بنشوفها هو الاسبرينيك، ثاني حاجه السبرينيك، بعد كده الكونفلنس، بعد كده المين بورتال فين، بعد كده الليفت برانش، بعد كده الرايت برانش. تعريفي كل الفينز دي، اولا السبرينيك فين لازم يكون على الرايت سايد من السبرينيك ارتري، ولازم يكون الدايركشن فيه عكس الارتري، برضه هيباتو بيتا بيقول عليه هيباتو بيتا. السبرينيك فين يبقى جاي من السبرين رايح للليفر، خلاص؟ يعني لو انا واقف ترانزفيرس كده يبقى جاي احمر كده وبعد كده ازرق لانه رايح للليفر. البورتال فين احمر ناحيه البرود، وهكذا ليفت برانش وهكذا رايت برانش. ديت البورتال سيركيوليشن. متفقين يا شباب؟ الهيباتيك فينز هم زي ما انت شفتهم بنجمعهم رايت وميدل وليفت، وهعلمك في العمل تجيبهم بمنتهى السهوله من سنجل فيو او اثنين فيوز بالكتير. طق طق خلص. يبقى انت كده بالنسبه لك الهيباتيك فينز هتجيبهم، ومهم جدا انك تشوف الفلو فيهم، وقلنا الفلو فيهم هيكون ها مونو ولا مالتي؟ لا ده البورتال مونو، انما دول مالتي لان هم دايركت على الاي بي سي ومنهم للرايت. انا عايز اقول لك ان الكوديت لود نفسها بتدرين على الهارت دايركت، تخيل. فدول قريبين قوي من الهارت، فهتلاقي الفلو فيهم مالتي فيزيك. مهم قوي الكلمه دي يا شباب. طبعا انتوا عارفين الليفر سيجمنتس خدتوها في السونار، والتقسيم بتاعها اكوردنج لجور البورتال فين، مش هنقولها كتير دي. المنظر الشهير بتاعنا ده اللي انت شايفه ده، شايفين اللي هناك ده الاسود اللي عامل زي راس التعبان ده، دي الكبرى هيد ابيرنس بتاعت السبلينك فين، وده السبلينك ميزنتريك كونفلونس اللي هي الكلكعه دي، يسموها كبرى هيد ابيرنس، ويكون بالدي ماركيتي وراها على طول البنكرياس، يعني قدامها على طول سوري البنكرياس. ما نلخبطش بينها وبين دايليتد بنكرياتيك داكت، لان البنكرياتيك داكت ساعات بتبقى دايليتد. حط الكلر تلاقي فيها ده ماشي فيها دم، حط لها كلر هنا هتلاقي فيه احمر ثم ازرق. دي مهمة جدا، مهم جدا هذا الفين نشوفه، لان في حالات البنكرياتايتس بيحصل له سبلينك فين ايه؟ ثرومبوزس. فمهم قوي قوي تبقى عينك على سبلينك فين. المنظر ده اسمه كاركترستيك كوبرا هيد. لو انت في الهند، لو انت في حته زي ماليزيا او في مصر تقول تادبول. اقول يا باشا ايه التادبول ده؟ عارفين الضفدعه بتمر بمراحل، صح؟ حد فيكم شاف الضفدعه الصغيره خالص المذنب دي؟ حد شافها؟ حدش عنده طفوله مشرده خالص فيكم؟ مين يا باشا حضرتك طفوله مشرده زي حالاتي؟ حد تاني عنده طفوله مشرده؟ مفيش حد. هي بتبقى في مرحله من المراحل. طب حد كان مذاكر ثانويه عامه؟ ما حدش مر على الثانويه العامه، كانوا بيقولوا لنا برضه عشان هزنقكم يعني هزنقكم. هو بيبقى عامل كده زي ديل صغنن كده وراس كبيره كده. دي كنا بنجمعها زمان واحنا صغيرين، نحطها في ميه كده ونحاول نكبرها انها تبقى قرموط، هتكبر هتبقى قرموط، يبقى عندي مزرعه قرانيط، عشان تطلع ضفدعه او بتموت يعني. خلاص؟ فدي
اسمها التادبول ابيرنس، اللي بيعرفوها كويس قوي لما بنزل المحاضرات بتاعتهم بتوع ماليزيا، لما اقول لهم تادبول بيفرحوا قوي، يقولوا هي دي. تيجي تروح للهنود تقول لهم تادبول ما اعرفوش، تقول لهم كوبرا هيدي اتبسطوا المنظر اللي انت شايفه ده. خلاص الهيباتيك ارتري والبورتال فين، البورتال فين احمر، احمر بالسترايبر في اول محاضره خالص، والاثنين ماشيين في نفس الدايركشن. تمام، ده البرايت بتاع الهيباتيك ارتري والدايركشن بتاعه. سيبنا بقى من الصور اللي معنا، مش هتجيب فيديوهات. دولت الهيباتيك فينز بيبقوا عاملين المنظر اللي انت شايفه ده، كونفيرج كده وروح ناحيه الرايت اتنام، عشان كده عندنا ما ننسى ابدا ان هم مالتي فيفنج. تمام، ده منظرهم، ده الكونفرنت بتاعهم. حد شاف المنظر الحلو ده وقال لك منظر الغزاله اثنين، صح؟ صح كده؟ في واحد تاني قال لا يا جماعه ده مش منظر غزاله خالص، ده منظر حاجه اسمها ايه؟ ده منظرهم، شوف داخلين على مين؟ على الهيباتيك، على الاي في سي تماما اهو. فواحد تاني قال ليها منظر تاني هقوله لكم دلوقتي، هقوله لكم. بس ده البورتال برين وده الاي في سي، المكان اللي اسمه البورتال برين ليه بنثبت المقاسات بتاعتنا في الليبرس والرايت ميديكال ريجولر والبورتال برين في الحته دي؟ عشان نستاندرايز المقاس. ما انا قست في حته، عند الدكتور عايز في حته، والدكتور عايز في حته، فكده انا هيوزع بقى، محدش عنده عين كبر، لا ده كبر، ده رجل مصغر. فهم في الحال في العالم كله بيحاول يستاندرايز اماكن للليبر او للبورتال فين او لا ده تربلنت فلو، لان الريزولوشن بتاع الماشين عالي قوي يا باشا، فجايبه دي مود بالمنظر ده. حتى هتلاقي البورتال فين نفسه فيه ايكوجينيستس بسيطه كده بالشكل ده، تعرفها ازاي؟ تفتح القرن هتلاقي الدنيا ماشيه كويسه. خلاص البورتال فين والهيباتيك فين، عايز افرق بس تفرقه صغيره بينهم، الوول بتاعتهم دي في السونار مين اللي بيبقى ايكوجينيك بالظبط سيكند كده، هو ده الايه السيكنس بتاعه اللي هو المفروض ما يزيدش قوي. ده المنظر بتاعنا. في ناس تقول لك البورتال فين احمر والهيباتيك فين الاحمر ده، تفرق بين الهيباتيك ارتري والدكت. احنا عارفين ان هم دكت وارتري وفين، مش كده؟ اللي في البورتال هيباتس هم دكت وارتري وفين، الارتري اللي هو الهيباتيك والفين اللي هو البورتال، والدكت اللي هي الكومن بايل دكت اللي ما بتاخدش كلر، اللي ما فيش فيها كلر، ده هي دي اللي بنقيسها، اللي المفروض مقاسها ما يعديش 40% من الادجيسنت بورتال فين. لو كبرت عن هذا المقاس نشوف العيان عامل كوليسيستكتومي، لا يبقى كبيره او دايليتد. مش عامل كوليسيستكتومي بس سنه اكتر من 70 سنه، يبقى كده ممكن نقبل كل ديكيد 10 واحد من 10 مللي، يعني 7 مللي. هي دي النقطه اللي احنا بنقول عليها اللي هي الايه الكومن بايل داكت، مهمه قوي الحته دي. الفلو في البورتال فين زي ما قلنا مونوفيزك ضل بالشكل ده، مش مالتي فيزك لانه لسه بيعدي على الساينوسويدز. الهيباتيك ارتر هيبقى في نفس الدايركشن اهو، ده البورتال فين وده الهيباتيك ارتر، دول ريزيستنس برضه، والار اي جواه بتكون من 76 ل 80 من 100، حتى هتبقى الار اي اعلى سنه من الثاني. المنظر ده اللي بقول لكم عليه بتاع الهيباتيك فينز، في ناس ده ما بيقولوش ان هو منظر الغزاله او المنظر ده، يقول لك البلاي بوي ساين. عارفين بلاي بوي؟ منظر البلاي بوي ساين اللي هي الودان بتاعت الارنب ده، كان ده ارنب، ما تدورش الارنب اهو، وده وزنه ماشي. هما بيتخيل المره اللي فاتت بنانا بيلد، بنانا مش عارف ابيرنس، والمره دي بلاي بوي، والمره غزاله وتدبول وقرموط وحاجات كده. هما كده بيشبهوا الحاجات دايما بالايه بالساينز بتاعتها. ساعات لو احنا شفنا في البيو اللي فات ان الرايت فين ده مش باين، عارفين ليه؟ حد شاطر يقول عشان البيم 90 درجه عليه، فبنقوم نروح نجيبه من فيو تاني كده. عشان كده انا قلت لك الهيباتيك فينز هجيبها من اتنين فيوز، واحد من هنا والتاني من هنا. خلاص كده اللعبه في العملي حاجتين، هعلمك اتنين فيوز في البورتال، خلاص خلصنا، تخلص بيهم تقيس مقاساتك وتشوف الدايركشن وتقيس السرعات وتجيب الرايت هيباتيك فين. هم ده العملي، الاجنده بتاعتي ان انا اعمل واحد اتنين تلاته اربعه. يبقى يوم محاضره العملي بتاعتي هشوف الاتي السبلينيك فين، السوبرينوزنتريك فين، المين بورتال فين، الليفت بورتال فين، الرايت بورتال فين، وممكن اجيب السيجمنتال برانشز بتاعته. ده رقم واحد. رقم اثنين هجيب الهيباتيك ارتر رايت وليفت. رقم ثلاثه هجيب الهيباتيك فينز الليفت ورايت والميدل اللي هم الثلاثه بتوعهم، واشوف الدايركشن اوف فلو فيهم. ودايما هتلاقي الفلو فيهم اسمه ايه؟ مالتي فيزيك بالمنظر اللي انت شايفه ده، وده الهيباتيك ارتر السرعات بتبقى فيه. كلمه بورتال هايبر تنشن يا باشا مش مطلوب من حضرتك انك انت تقولها كده،
احنا البورتال هايبر تنشن اقوله امتى يا دكتور حسام؟ لما ادخل بالقسطره واقيس جوه، او افضل ماشي بالقسطره لغايه ما تتحشر، بيسموها ويدجت بريشر، او اقيس كوركتد بقى، اقيس البريشر الويدجت ده، اطرح منه البريشر اللي هو بتاع السيستميك اللي هي الاي بي سي عشان اعرف الفرق ما بينهم، اسمه كوركتد ساينوسويدال بريشر. كل الكلام ده ما يفرقش معايا خالص. انا وظيفتي ايه في السونار؟ وظيفتي في السونار ثلاث كلمات. لو لقيت ثلاث كلمات موجودين عندي في العيان، هقول ان عنده ساينز او دايركت ساينز او بورتال هايبر تنشن. المهم مين اللي هم الايه؟ الجول صايب. ثلاثة ساينز بتوعي اللي هم الدايركت ساينز او بورتال هايبر تنشن. لا لو يبقى كتر خيرك والله. الدايركت ساينز اللي هم مين؟ اول حاجه لو لقيت بورتو سيستمك كولابس عند الاسبيدينيك هايلر، او في الحته دي، او في الكامل ميدوزا، او في النيورينال، او في الاسبيدينو، او الهيباتوجينال باوتش، دي كولابس. ثاني حاجه اسايتس، العيان عنده شويه اسايتس. ثالث حاجه اسمها سيكلونيه. الله، ده انت قلت لنا ما جبتش سيره الدوله خالص. ما انا بقول لك انت لو لقيت الثلاثه دول تكتب كده ساينز وبورتو الهايبر اوتوماتيك، ما تخافش. المحاضره بتاعت النهارده بسيطه جدا. طب انا بشوف حاجه في الدوبلر؟ اه لا، بنشوف بقى. ما هو هنشوف ايه؟ قال لك اول حاجه رقم واحد، البورتال فين ممكن تلاقيه دايليتد يكبر، وممكن لا. ليه؟ لانه بعد فتره من الكبران يبتدي الفلوي ريفرز فيه، يتجه اتجاه تاني، فيبدا يكش، بيبقى دي كونجستد. فما تعتمدش على النقطه دي. فانا عايزك تعتمد معايا على نقطه محدده. اول حاجه عشان نقول ان البورتال فين دايليتد، او نقول سوري في بورتال هايبر تنشن، شوف اول حاجه السرعه جوه البورتال فين. ايه السرعه جوه البورتال فين؟ من كام لكام؟ من 15 الى 35، رقم سهل. طيب تتوقف على ايه؟ الرينج ده واسع. تتوقف على ايه؟ العين واكل ولا لا؟ العيان الانسان لما بيكون واكل بيبقى فيه بوست جرانديال هايبرين، فبتبقى السرعات فيها عاليه في البورتال فين. يبقى السرعه في البورتال فين من 15. لو قال لك انا 15 دي بدك من السرعه عاليه، بس بشرط تظبط الانجل تقيس السرعه مظبوط. ده رقم واحد. رقم اتنين، بعد ما السرعه قلت تبدا السرعه تروح وتيجي فوق وتحت، ما عادش يبقى مونو فيزيك كده، يبقى اسمه تو اند فرو. تالت حاجه ان الفلو اصلا ريفرس، ما عادش هيباتو بيتال، بقى اسمه هيباتو في يوجل. اجي ابص على البورتال فين الاقي العكس، عكس الدايركشن بتاعه. ليه؟ لانه راح يجرين بقى على الاسبلين الكولاترال، راح يجرين على الجاستروبسولوجيا الكولاترال، رايح فبيروح في حته ثانيه، فاسمها ريفرس فلو او الهيباتو فيوجل فلو. طيب ايه تاني ممكن اشوفه في البورتال فين؟ ثرومبوزس. عادي جدا، مش الفلو ستاجننت، ينفع الدم يقعد كده؟ فالدم يقوم يستاجنيت، يقوم يحصل للعيان ثرومبوزس. متفقين؟ نقطه. ايه تاني ممكن يحصل للعيان؟ في عيانين اللي هم بتوع البورتال فين هايبر تنشن، ممكن تلاقي الكولاترالز كتير عندك هنا في الجاستروسوفاجيال جانكشن، في اللاين ورينال، في 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 فين مميز جدا لو شفناه، ليفت هيباتيك لوب وانت بتجيبها كده ولقيت فين تحت منها كده ماشي على اللور ايدج بتاعتها وكبير اكتر من 7 مللي، ده اسمه الليفت جاستريك فين، او بيسموه الكورونري فين. لو الديامتر بتاعه اكتر من 7 مللي يبقى ده على طول غالبا العيان ده عنده بورتال تنشن. The highly specific sign of portal hypertension. متفقون؟ كله تمام كده؟ اوكي. ففي البي مود قال لك الاسايتس الاستجنوميجالي، السيروتيك اتشنجز لو شفتها، الكولاترالز او البورتال الدوبلكس ريفيرز فلو او فلو او كولاترالز. بالكلر كولاترالز او ستاجنيشن اوف فلو او بورتال فين ثرومبوزس. لما هذا المنظر الاسبلينو ميجالي انتوا بتجيبوه احسن مني، اللي هو يعدي 13 سم. الكولاترالز اهو ده مشهور قوي، ليفت هيباتيك لوب والليفر، وتلاقي احنا اللي هو الرينج بتاعتها مين؟ الدايليتد، او اللي هو اللي بيسموه مين؟ الكوروناري او الليفت جاستريك فين. كوروناري ما تتخدعش، الكوروناري فين عشان هو عامل زي كورونا كده حوالين الايه؟ زي حوالين اللور اسوفيجيال جانكشن. ما هو الكوروناري ارتر سموه كوروناري ارتر ليه؟ لانه عامل كورونا حوالين الهارت. خلاص دي منظر الكولاترال زي شايفينها، والفين اهوت عند اللور ليفت لور روب اوف ذا ليفر. حاضر. عندنا دول الكولاترال، شفتيهم دول؟ شايفاهم؟
اللي هم دول كل دي كولاترالز موجوده. لو فتحنا الكلر هو المفروض ان ده فيديو شغال هيوريك مليانين كلر. طيب اجيب تاني الفين اهو هو ده خلاص. بفتح كلر والاقي مالي دم وماشي مونوفيزيك فلو. ده دي اسمها البورتو سيستم كولاترالز. ده الليفت جاستريك فين لانه عند ليفت لور لوب وفي زلبر احيانا خلاص. ودولت عند الجاستروسوفيجيال جانكشن يا شباب بتعمل سودو ماس ابيرنس في السي تي. بنشوفها عند السي تي كده حاجه محترمه وبتقعد تملى بقى في الفينس فيز بتلاقيها ماليه وفي انهانسنج كده اللي هي الجاستروسوفيجيال جانكشن فاريكوزس. او عند الاسبلينيك هايلاند بهذا الشكل بتشوفوها كتير قوي. اوكي او هم دول شايف دول كل دول كلها موجوده عند البورت. ايوه هقوله حالا ما تقلقش خالص. اوكي واحده واحده. ده الاسايتس وده منظره تحت في البطن خلاص. وده منظر الكولاترال. دول كولاترال بالظبط تحت الطرف كده كوبشه كده من الكولاترال موجوده خلاص. دي الفكره بتاعه البورتو سيستم الكولاترال. المفروض ان ده البورتال فين ليفت ورايت برانش والكورونا فين اللي هو لافت في مجنة خلاص. شايفين الفين ده طالع من الليفت بورتال فين ولازم لازم راح تحت الامبلايكال ده. ده اسمه الامبلايكال فين. حد شايفه ولا 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 ايه؟ باين؟ مش باين. اللي هو ده يمشي مع الخط ده بقى كده لغايه الليفت الراجل ده لغايه داخل فين في الليفت برانش وفي البورتال فين صح؟ ده اسمه امبلايكال فين. المفروض ان هو قفل وبقى ليجمنت من كتر البريشر اللي جوه البورتال فين الليفت. ساعات يفتحه ويقوم نازل فيه ويعمل لنا هنا حاجه كولاترالز حوالين السره اللي هي شعر الست بتاعت الميدوزا اللي هي الكابوت ميدوزا زمان خلاص. ده المنظر بتاعنا فبنسميه ريكانالايزد بورتال. ايه اللي يخلي البورتال البورتال ضغط او البورتال تنشن عالي يبقى هايبر تنشن؟ حاجه بري سينوسويدال او سينوسويدال او بوست سينوسويدال. بري سينوسويدال اي حاجه فيها بالهارزيزيس اي حاجه تقفل السينوسويدال فايبروزس اي تيومر حاجه تقفل الهيباتيك فينز كل ده بيعلي الضغط جوه مين؟ جوه البورتال فين. فلما الضغط يعلى جوه البورتال فين يبتدي يعمل حاجه اسمها البورتو سيستميك يشوف له سكه يتصرف عليها خلاص. دي الكولاترالز اللي هو بيحكي لك عليها اللي ما بين السبلين والكدني اهوت. وده منظرها كتير قوي كلر مليان وبتاع منظرهم اهو تاني عند الايه البورتو سيستم الكولاترال. وده منظر ريكانالايزد امبلايكال فين يشق الليفر بالنص شايف هو مكان الليجامنت اللي هو الفلس الليجامنت تامبينوزا مكان اللي جمعته فيه بيخش كده ويعمل هذا المنظر وتلاقيه عامل المنظر ده جوه الليفر وقاسم الليفت لوب على الرايت لوب وتلاقي فين محترم كده. وبعد كده تمشي معاه تلاقيه مكمل تحت الجلد وواصل لغايه الامبلايكاس. ده اسمه ريكانالايزد امبلايكال فين. المنظر ده جميل قوي اللي انا عايز اقوله لك. المفروض ان ده التاد بول او الكوبرا هيد. الطبيعي ان الدم يجي من السبلين رايح كده كله من نفس كده. ده معناه ان احنا عندنا ايه هباتو فيوجال فلو. عشان كده انا بصر انك تكتب في السبلينيك فين او في السبيريور ميزنتريك فين الدايركشن اوف فلو مهم جدا. في ناس بتقول ان السبلينيك فين لو عدى 8 مللي في الحجم ده يقول سيرروز. لكن انا بقول لك سوري ده يقول بورتال هايبرتنشن. بورتال هايبرتنشن هي الساينز اللي انا قلت لك عليها. تيجي حد منكم يسالني يقول لك احنا التوافق ما لقيتش اسايتس اقول لك كتير العيان بيروح يعمل حاجه اسمها تابل صح؟ فعادي بس لقيت كولاترالز يبقى على طول ده ساينز اوف هايبر تنشن. سبلينوميجالي مع كولاترالز دولت بيكفوا جدا انك تقول فيه ساينز اوف بورتال هايبر تنشن. لقيت اسايتس ممكن ما تلاقيش اسايتس او تلاقي حاجه بسيطه او العيان يكون عامل تابل وشايل او العيان محقون البيومين فمتعوض كمان يعني ده القصد من القصه يا شباب. لا ما تكتبش والسرعات بتاعته كويسه خلاص نورمال. تشوف بقى هل في شنطات حاجه ارتريال داخله عليه انما كل حاجه فيه نورمال بس طيرتت كاليبر ولا حاجه خالص ماشي. ساعات بيبقى انوريزما. لا ساعات بيبقى انوريزما حاجه كبيره جدا كده اسمها بورتال فين انوريزما شفتها مره او مرتين في حياتي بس يعني فاريانت اناتومي. المهم البورتال هايبر تنشن الناس فكرت قال لك بيدي لا بيد عقل. يعني ايه؟ قال لك بدل ما الضغط يبقى عالي وهو يعمل كولاترال بمزاجه طب ما انا اخش انا اعمل له كولاترال او اعمل له شنط اوصل البورتال فين في حته ما. وبعد ما اوصل البورتال فين في حته ما ايه اللي يحصل يا شباب؟ هديكم برس البورتال هايبرتنشن. فقال لك موصل البورتال فين على الكيب اهو
قال لك بس دي هتخلي كل البورتال سيركيوليشن تصب في السيستميك، فالعيان هيجي له يبقى تيجي نجيبها لبن. قال لك طب لا اعملها سايد تو سايد بجرافيك او سايد سايد من غير جرافيك زي اللي ماجي، او ناخد الاسبرين اثنين نزرعه على هنا الليفت هنا الليفت، هو كان اصلا بيساوي في الوتر اللي قال لك بقى اعملها او تشيل الاسبرين خالص عشان الاسبرين ومجن وتوصل ده للليفت الاسبرين يبقى ده يمشي كده ويعمل كده. قال لك بس هحكمها انا بقى، هخلي كميه الايه الاناستوموز الصغيره ما تعديش كميات معينه، نحاول ندي العين سبورت ميجر قدر المستطاع. كل ده بيحاول ان هو يقلل البريشر في البورتال سيركيليشن. ليه؟ لان العيان لما البورتال عالي قوي بيعمل كولاترال هنا، بينزل هيماتيمس، الدم يدخل في الجلط، يروح للتست، التست تمتص، يخش دايركت على السيركيليشن، يجيب له هيماتيك انفيكتوريزي وقت. فهو قال لك مش عايزين نخش في السيركل دي، فقال لك نعمل ايه؟ نقلل الضغط. فقعدوا يعملوا القصه دي. بس العمليات في رايك صغيره ولا كبيره؟ عيان عنده مشاكل في الهيلينج لان البروتين بتاعه قليل، وعيان عنده مشاكل في الكواجيليشن بروفايل بتاعه، وهتخش تعمل له عمليه كبيره زي دي سهله؟ موربيديتي عاليه ومورتاليتي عاليه. فقال لك نفكر في فكره ثانيه. ايه الفكره الثانيه اللي هي دي؟ عملوا ايه؟ طبعا كانوا داخلين بياخدوا بايوبسي من الليفر، فدخلوا فعملوا حاجه شنط ما بين البورتال فين جوه الليفر والهيباتيك فين جوه الليفر. ايه ده؟ وصلت الهيباتيك فين بالبورتال فين؟ البورتال فين ابو ضغط عالي؟ اه. انا كنت داخل اخد عينه من الليفر، فبحط الابره وقمت عامل فيستولا ما بين الاثنين. ايه ده؟ ده فيستولا ونجحت وعملت دي كومبريشن. قال لك طب ما دي فكره ظريفه، طب ما نخش نعملها. عملوها، وبعد ما عملوها ايه اللي حصل؟ قفل التاني. قال لك طب ما تيجي ما تخليهاش تتقفل. فقاموا داخلين عضوا واير، وقاموا داخلين نفخوا بالونه، وبعد ما نفخوا بالونه كده عملوا كراك محترم في الليفر نفسه. واحد يقول لي طب ما هينزل، اقول له هينزل فين؟ ينزل منه فين؟ ويقوم داخل عامل ايه؟ وصل البورتال فين اللي فاتت قام حاطط له عامل ايه؟ قال هو عمل ايه؟ عمل ترانس جاجولر انترا هيباتيك بورتو سيستميك شنط. ما هيش عمل كده، هو عمل كده خلاص. دي اسمها التبس، اوكي، اللي هي شكلها كده دعامه ما بين مين؟ ما بين ده وما بين ده، تراك. فكاني عملت العمليه الميجور بس من جوه العيان. هو من ضمن الاوبشنز ان انا اخد ليفر بايوبسي في العيانين حاجه اسمها ترانس جاجولر. ايه ده؟ تخش خش جوه الفين اللي هو ده الجاجولر النومينيت سوبيريور فينا كيفا رايت اتريوم الانفيريور فينا كيفا هيباتيك فين، وادخل للماس ليجن خلاص اخد منها البايوبسي. فهم هم بيعملوا طب ما كان مالي سهله، طب ما انا اقوم داخل وعامل تراك موصل الابره لغايه البورتال فين، واقوم ماشي بعد كده بالونه وانفخها، وبعد كده احط دعامه، يبقى انا عملت فيستولا جوه حلوه، ومن غير ما احط في العيان عمليه وادخله جراحه و و و و خلاص. فده منظر الاستنتا اهي الدعامه، شايفين الابيض ده هو ده منظر الدعامه ما بين الهيباتيك فين والبورتال فين عشان تيدو كومبريس. ولازم نتاكد ان الكلر بتاعها مفتوح ونقيس السرعات جواها، لان المناظر اللي انت شايفها دي كلها الفلول المتقطع اللي هناك ده، او الفلول اللي فيه اليزنج ده، او الحته او ما يبقاش فيه فلو خالص، او السرعات عاليه، او تبقى مسدوده كده خالص، كل دي ثرومبوزز للشنط او فيلير للعمليه بتاعتنا. خلاص. دي اسمها التبس اللي هي ترانس جاجولر انترا هيباتيك بورتو سيستميك شنط. ضمن يا شباب سهله ما بين الهيباتيك فين والبورتال، البورتال من الهيباتيك فين والبورتال، او ممكن ما بين الانفيريور فينا كيفا في الليفر والبورتال على حسب. خلاص. انا بس كنت ممكن اقول لكم حاجه بس مش عايز الخبطكم، اقولها ولا بلاش؟ طيب خلينا نفكر كده مع بعض ثانيه واحده. انا برجع عندها ان انا قلت ان احنا نفكر والله، بس ماشي انا هنقول اول مره الى الله. دلوقتي انت عملت الشنط دي صح، الفلو في المين بورتال فين رايح هيباتو بيتال، تحول بقى هيباتو بيتال لو هي فانكشن بقى هيباتو بيتال ولا هيباتو فيوجل في المين بورتال؟ هيباتو بيتال صح كده. طب في الليفت بورتال برانش بقى ايه؟ ليه؟ الله ينور. تمام. اذا لو انا شفت ده في البيز لاين ستادي بعد العمليه، طب بعدها بشهر بعمل فولو اب لقيت الفلو في الليفت بورتال فين بقى هباتو بيتال تاني، ما عادش هباتو فيوجل، ده معناه ان الشنطه شغاله؟
طيب انا بقول ما بلاش عليك، انا بقول بلاش عشان كده. طيب البورتال البين اهو ماشي خلاص، هيروح يلاقي الشنطه اللي راح فيها ده بعد العمليه صح كده؟ حلو قوي. اللي حصل الليفت برانش يعني كده في الشارع؟ لا، بيقوم الكلور راجع فيه تاني ويقوم رايح تاني للشنطه صح كده؟ الشنطه اتسدد يبقى رجعت ايه؟ ريما دعتها القديم بس هتلاقي كل حاجه رجعت ماشي. يعني هتلاقي المنظر بقى بالشكل ده، يعني ده من ضمن الساينز اوف شنطه ديسفانكشن. تمام، مفهومه ولا اقولها تاني؟ مفهومه والله. بس انا برجع اقول يعني انت ما قلت الحاجات اللي بتلخبط عشان ما ايه ما حدش يقعد يبقى كده. طيب ساعات ما اعرفش بتجيلكم ولا لا، حد فيكم شاف ليفر ترانسبلانتيشن قبل كده؟ قالوا عيان يعملوا سونار طلع ليفر ترانسبلانتيشن. طب هنقوله من باب العلم للشيء، هو واي كانه ليفر عادي خالص، هتبص على العيان هتلاقي ليفر عادي خلاص، زي كده ترانسبلانتيشن. بياخدوا فص من الليفر يزرعوه في العيان، وبيعملوا انستموزز مع كل الحاجات دي. وظيفتي ايه؟ ان انا اقيس الليفر نفسه واشوف الفلو جوه، هقيس السرعه في البورتال دي وبالذات على الحته بتاعت الانستموزز، اي حته فيها فوكه انكريز في الفيلوستي اكتر من الدبل سواء في الارض او في البيت او في الكليماتيك قول له عليها عشان دي بتاعنا سكينز. طيب ساعات بيبقى كده الاستموزيس انوريزم عادي جدا وارد لو لقيتوه موجود في الكليماتيك ارتر فيها نفسه. ساعات الكليماتيك ارتر بيه ثرومبوز فتلاقي الفلو جواه طردس بربس ودم. هستخدم الار، فاكرين الريجكشن في الكدني كنا بنقول ان الار اي كام؟ اكتر من 7 من 10. طيب في الليفر لو لقيت اكتر من 7 من 10 اقول كده؟ قال لك لا، لان الليفر اصلا البيز لاين بتاعه احنا متفقين ان الار اي بتاعته كام؟ حوالي 80. فدي بالنسبه لي لا، ما هيش موجوده النقطه دي. عشان كده النقطتين اللي انا مشاور عليهم دول ان السرعه لما بتزيد اكتر من 4 اضعاف في اي حته في الانستموزس ده بيدي ان احنا عندنا استينوزس. وقال لك عكس الكدني الله الكدني ترانسبلانت increased RI rejection of the liver is not associated with increased hepatic artery RI. متفقين؟ يبقى لما تلاقي الار اي عاليه جوه الليفر ما تقولش ان هي في الليفر ترانسبلانت، ما تقولش ان هو ريجكشن. الكلام ده كنا بنقوله في الكدني لكن ما ينفعش نقوله في هذا الكلام في الليفر. ده البورتال فين تو اند ثرو فلو، المنظر ده ديت بدايات بورتال هايبرتنشن. ده عيان تاني اهوت عنده الهيباتيك فينز عاملين بالمنظر ده، احنا اتفقنا ان اثنين كبار تحت واحده صغننه فوق. لما بتلاقي المنظر ده ساعات بيقول لك ان ده معناه ريجيرج عند العيان، ترايكاسبيد ريجيرج، ما تفرقش المهم لو بسطايد خلاص احنا كويسين وزي الفل. ده منظر الريجيرج اللي بحكي لكم عليه، عيان عنده رايت سايد ديسفانكشن. ده عيان عنده شايفين الليفت بورتال فين اهو، الميديال برانش بتاعه اهو ثرومبوز، حد شايفه؟ جواه ثرومبس، الارتري جنبها باين وفي فلو لكن الفين نفسه ما فيهوش فلو. ده عيان تاني عندي كان عنده المين بورتال فين الليفت بورتال فين نفسه ثرومبس. عشان كده لازم هتتعلم معانا هنا في العمل ازاي تجيب الليفت برانش لوحده والرايت برانش لوحده، ما ينفعش تجيب المين بورتال وتقول مفتوح وخلاص، لان ده عيانين عندهم ايزوليتد ليفت برانش، ده في واحد كمان سيجمنتال برانش مقفول خلاص في ثرومبوز. المين بورتال فين يا شباب لو حصل له ثرومبوزس بالمنظر ده بتلاقيه مسدود. لو لقيت ثرومبس جوه البورتال فين اتاكد ان هي اول حاجه ما فيهاش فاسكولاريتي، لان ساعات بتبقى نفخه الفين كبير جدا كده وجواها انترنال فاسكولاريتي، دي بيسموها مالجنت ثرومبس. انما لو ثرومبس ما فيهاش فاسكولاريتي موجوده ويعني يا دوب ديستندنج حاجه بسيطه دي اسمها بلاند ثرومبس، ان هي ثرومبس مش مالجنت، مش تيومر تيشو موجود جوه الفين. بلاند او تيومر، في تيومر ثرومبس وبلاند ثرومبس. متفقين؟ ده منظر الايه؟ الشكل بتاع البورتال فين لما بيكون ثرومبوز، احيانا يبقى مقفول تماما، احيانا يبقى بارشالي مقفول، يعني في حته مفتوحه وحته مقفوله مثلا. وتلاقي كولاترالز من ضمن الساينز اوف كولاترالز في البورتال فين ثرومبوزز، تلاقي كولاترالز في الول اوف ذا جول بلادر، الحاجات دي تلاقيها فيها دم، النقط دي تلاقي فيها دم. لما تلاقي كولاترالز في الوول بتاعت الجول بلادر دي من ضمن الساينز اوف بورتال فين ثرومبوز. هنا بورتال فين ثرومبوز بالكلر بارشالي ولا توتالي؟ بارشالي. انما لو قفل تماما خالص بتصبر عليه شويه بتلاقي المنظر ده يتكون
نتورك اوف فيسلز كتيره جدا في البورتال هيباتس، ما تلاقيش البورتال فين، تحس ان في شبكه كده مخطوطه، بيسموها كافرنومك ترانسفورميشن اوف ذا بورتال فين. اكسلنت، ممتاز جدا. اللي بنشوفها في السي تي وبقى لها منظر زي دول كده اهم، اللي هو المنظر ده في السي تي شفتوه قبل كده؟ لا لا، انتوا مش اشعه، انتوا مين؟ من انتم؟ لا بجد ما شفتوش المنظر ده قبل كده؟ مش انتوا كلكم اشعه يا شباب؟ في السي تي في المقطعيه برضه كافرنومك ترانسفورميشن اوف ذا بورتال فين، ده المنظر بتاعها. خلاص كلكم ماستر. طيب في الفيرست حد ثاني؟ طب بتجاوب ليه؟ طب اسكت وخلاص، ما كله ساكت وربنا ستر حليم. ده هو ده المنظر بتاعنا. ده طفل صغير برضه كان عنده البورتال فين، ما عادش موجود، لكن في كولاترالز كتيره جدا 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 طبعا. دي كلها فيديوهات المفروض تشتغل. ده عيان عنده، كنت عايز اقول لكم المنظر ده، عنده سبلينك فين ثرومبوز، هذه البنكرياس، البنكرياس اللي بقى ده السبلينك فين مش مالكه. دي بتاعه المايكرو امبوليك سيجنال، مش عارف تعرفوها ولا لا. ساعات بيبقى فيه هواء في البورتال دي، حاجه انهم عارفين حاجه اسمها نومو سيستايتس بستايناليس، طنش طنش، انسى دي فقط، ما نشغلش بالنا بيها. انا مش عايز اقول حاجات تلخبط، عشان ايه؟ في الاشعه كده ساعات بيبقى في الوول بتاعه الانتستين هواء، الهواء ده ساعات بيخش جوه البورتال فين، فما بنيجي نعمل بورتال فين سامبلنج بيعمل لنا حاجه اسمها هيتس كده، او مايكرو امبوليك سيجنالز كده بالمنظر ده. ده ساعات بتبقى نورمال فاليانت في انسان طبيعي زي الفل، وساعات بتبقى وحشه جدا في الاطفال اللي عندهم نيكروتايزنج انتيروكولايتس، بتبقى عندهم مرض كده يعني ايه، الانتستين بقت نيكروتيك وبقت فيها جز زي جز جنجرين في الوول بتاعتها ودخل في البورتال فين. ساعات بيدخلوا ياخدوا بايوبسي من الليفر، فيقوموا عاملين شنط ما بين الهيباتيك ارتري والهيباتيك فين، اللي هي الفيستولا اللي انتم شايفينها هناك. تمام كده؟ البورتال مع حالات السيروزس ممكن تلاقي الهيباتيك فين فوق كده، ما عادوش شنط فين، واتنويت الغفر صغيرين، بنلاقي ساعات كده في بعض العيانين اللي عندهم القصه دي. غير مسموح ان الهيباتيك فينز الثلاثه اللي هم بتوع البلاي بوي ساين دولت يتصلوا ببعض، مفيش بينهم وبين بعض، ما يعرفوش بعض. صباح الخير يا جاري، انت فين؟ انت في حالك وانا في حالك، كل واحد في حالك، لان لو حصل كروس سيركيليشن ما بين الهيباتيك رايت او الليفت او الليفت والميدل او وات ايفر، بيبقى معناه ان السنترال بارت منهم اللي ناحيه الاي بي سي مسدود، فعملوا كروس سيركيليشن. فمن ضمن قواعدنا ان احنا نشوف الهيباتيك فينز انديفيدواليزد، مفيش واحد فيهم قريب من التاني. دي حاله كان عندها الرايت هيباتيك فين ثرومبوز تماما، باد كياري، حتى كانت الرايت دي شايفين منظرها ازاي؟ كولد رايت. في حاله كانت باد كياري، طفل صغير عندنا ابوريش، عملنا له القصه ديت، وكان عنده ستينوز حتى جدا، تايت ستينوز هيباتيك اي سي، وضيقه جدا بسبب القصه دي. اللي انت سالت عليه المين بورتال فين ساعات بتبقى كبير كده، حتى عملوا له ام ار في، لقوا المنظر او بالدوبلر بقى كده، وعملوا له ام ار في بقى الكوبشه الكبيره دي. ده فاريانت اسمه بورتال فين انيزم، موجود في بعض البشر بس نسبه نادره. فلما تشوفوه شوف، ما تزعلش منه، يعني حاجه فوق الان طبيعي جدا ومفيش حاجه. لا مش شروطك دايليتد، لما تشوف حاجه من اثنين، الفيلوسيتي قلت او ريفرزال اوف فلو، او في بورتو سيستميك كولاترالز او سبلينوني، دول هي البورتو ساينز والبورتو. كل دي اسمها اندايركت ساينز والبورتو، انما الدايركت ايه؟ ان انا اخش اقيس بالايه؟ بالاسطر انفيزيف، مظبوط كده؟ دي مش مهمه، كنت عايز اقول لكم بنكرياتيك ماس يعني، ودي بنكرياتيك ماس كبيره اهي، وزقه في البورتال اللي عامله له افكيس اللي شايفينها، لكن مش داخله جواه، مش عامله سوبر بوز فيه، عطيها له كده. تخيلتوها؟ خلصنا البورتال. يبقى عايزين نجمع الموضوع ده ببساطه خالص كده، معلش. ايه؟ البورتال فين يا شباب؟ البورتال فين يا شباب؟ لو انا هبتدي اعمل له ثلاث حاجات في الاسسمنت. بورتال سيركلين اللي هم البورتال فين بولاده واحفاده. ولاده مين؟ الاسبلينيك والسوبرينو ميزنتريك، احفاده اللي هم مين؟ الليفت برانش والرايت برانش والسيجمنتال بتوعه. واشوف فيهم ايه الدايركشن اوف فلو. نمره اثنين بعد كده الهيباتيك ارتري.
الهيباتيك ارتري اشوف الدايركشن بتاعه والبيتنسي والليفت برانش والرايت برانش ان هم مفتوحين. رقم 3 اشوف الهيباتيك فين الثلاثه ناحيه الدريننج هيباتوفيوجل ناحيه الاي بي سي وكل وقت مفيش بينهم وبين بعض كروس سيركيوليشن. بس ساينز اوف بورتال هايبرتنشن ثلاث حاجات كولاترال واسايتس وسوبرينو ميجالي. لو لقيت الليفت جاستريك او الكورونري فين دايليتد يبقى حلوه جدا السرعه في البورتال فين قلت عن ال 15 او عن 10 ده انديكيتور او التو اند فرو او كومبليت ريفرسال اوف فلو او بورتال فين ثرومبوز. لو لقيت ثرومبوز في البورتال فين وقفت سيرش فور ات في الليفت والرايت والسيجمنت تدور ما لقيتش خلاص لقيت تشوفها هل هي جواها فاسكولاريتي ولا لا وكبيره ولا لا عشان تبقى دي ساعات بتبقى اسمها مالجنانت ثرومبوز. خلاص متفقين. بس ديت النقاط الصعبه اللي عندنا هي دي محاضره البورتال بما فيها بما لها وما عليها. يبقى الاجنده بتاعتي وانا هشوف يوم البورتال العملي هشوف المين بورتال فين وابوه وامه اللي هم سبلينيك وسوبرميدنتريك واولاده اللي هم مين لايك ليفت برانش. الهيباتيك ارتري نفس الكلام هشوف الهيباتيك ارتري رايت وليفت برانش. اخر حاجه هشوفها اللي هم الهيباتيك فينز الثلاثه مع الهيباتيك اي بي سي والدايركشن اوف فلو هيباتو فيوجر ومالتي فيزيك او دن. في صعوبه في اي حاجه قلتها؟ هو ده الليله بتاعتنا كلها. تبس ممكن تجي لك لو جات لك اهم حاجه تتاكد ان السرعه فيها كومبليت فيلنج ان الكلر اللي جواها مفيش حتت متقطعه. لو في حتت متقطعه وفيها ايزنج غير لها سامبلنج لقيت السرعه فيها اكتر دبل تعرف ان فيها سيكونس اكتر من يعني فيها سيكونس اكتر. لو ما لقيتش فيها فلو خالص ومسدوده يبقى ثرومبوز وده كومن سيتويشن. خلاص كده؟ اخر حاجه خالص اللي هي دي الهيباتيك كونسنتريشن. المعلومه اللي تهمني انك تبص عند الاستموز ما يكونش فيها انيزمات ما يكونش فيه حتت فيها فيلوسيتي عاليه عشان ما يكونش ستينوزس ما يكونش فيه بتاع دوت الار اي ما تغلطش وتكون حاجه ان الار اي اكتر من 7 ده انديكيتور للريجكشن. لمينا الدنيا مجنونه في الصعوبه فيها حلوه. هديكم بريك 3 ثواني ولا عايزين اكتر؟ ها اصل المحاضرة الجاية بتاعت الميزنتريك وخلاص بقى اودعكم. جاهزين؟ جاهزين ولا نديكم ثانيتين كمان؟ ها؟ كان ينفع تتقال مع الفيستولا المرة اللي فاتت ولا كده احنا خلاص؟ عايز تصلي الدور؟ ممكن لو انتوا عايزين 10 دقايق ماشي. تاخدوا 10 دقايق ونرجع تاني ولا؟ احنا هي هتاخد لها بتاع مثلا نص ثلاث ارباع كده. عايزين تاخدوا 10 دقايق بريك؟ انا ما عنديش مشاكل خالص. ها؟ اللي عايز بريك يرفع ايده يا شباب. ثلاثة والباقي مش عايزين، خلاص هننزل على رأي الأغلبية ونضطر إن احنا معلش يا باشا. اوكي. في طلبة، في اللي عنده ريال عايز يروح يجيب فلوس من الحضانة. وفي اللي عنده شغل وشفتات بره وفي 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 فالناس بتبقى ملزمه عايزه تنجز بسرعه يعني. الميزنتريك سيركيوليشن يا شباب اللي هي عباره عن الميزنتريك او ما يسمى بالسبلانكين سيركيوليشن اللي هي عباره عن السبلاي بتاع الجد. ربنا عمل الامعاء ديت من ضمن الحاجات اللي لها دم لها بلاد سبلاي. خلاص من الحاجات المهمه قوي بالنسبه لنا. الجد ديت متقسمه كده فور جد ميد جد هايند جد. ربنا مقسمها ثلاث تقسيمات في جزء فوق وتحت ووسط. لحسن الحظ معظمهم وبينهم وبين بعض انستوموزس عشان ايه؟ لو حاجه اتسدت تقوم الثانيه تصلى. ودي مهمه جدا المعلومه دي مهمه قوي. هنقولها دلوقتي واهميتها ايه. طيب الجزء الاولاني من الجاب اللي هو المعده بقى والحتت دي كلها صلايت بترانك صغير كده اسمه ستيليك ترانك. ده طالع من انتيريور اسبكت اوف ذا اورتا واتقسم اثنين. لما اقف اشوفه كده هيبقى عامل زي جناحين كده النخله. او بيسموها سيجالا في طائر النورس. حد منكم من بحري؟ مفيش حد؟ طيب هو طائر النورس ده مشهور جدا على الشواطئ بتلاقي في اسكندريه والمنطقه الصعيد
بتلاقي ضائر كده مشهور جدا وعامل دايما بيبقى باين من البحر كده من عليه، على اعتبار ان انتوا بتروحوا تقضوا وقت وتخلصوا شغلكم وتقعدوا على البحر وبتتفرجوا تتاملوا وتلاقوا الطائر كده في اوقات الفراغ بتاعتكم والرفاهيه. واضح ان انتوا ما عملتوش ويك اند الاسبوع ده خلاص. ما علينا، ما هي كده هتلاقي كل الفلامينجو هيد مش عارفه ايه، هيومنج مش عارفه بيرد ابيرنس بتاع البي سي بي، هي كل هم الناس هناك بيخلصوا شغل طبيعي بيروح يتفسح يعني عادي تمام، بيروحوا يجروا احنا بنجري ورا اكل عيشنا اللي بنعمله. المهم فده السبيد بيتقسم الى ثلاثه برانشات، برانش اسمه السبيدينك اللي هو التورشوس هناك ده، الهيباتيك اللي احنا لسه واخدينه في المحاضره دلوقتي الكومن هيباتيك بيتقسم لرايت وليفت، ويطلع صغير ليفت جاستريك ده بيروح لليفت بيسموه كورونا ارتري كده هو الليفت جاستريك. السبلينك يا شباب بقى تورشوس، ليه ربنا عمله تورشوس؟ في ارتريس كده ربنا خلقها تورشوس في البني ادم عارفينهم اليوتراين عشان بيكبر، والسبلين عشان بيكبر، والتستيكولر تلاقيهم برضو ايه ملولوين كده، فكل الارتريس دي بيبقى لها فيها كابيشس خلاص. فالمهم جدا ان انا اشوف السبلينك ارتري عشان بيحصل فيه انوريزمات، من اشهر الارتريز اللي بيحصل فيها انوريزمات بعد الاورطه خلاص، ولو اكتر من 2 سم بيبقى هاي ريسك تو رابشر، ولو واحده حامل وعندها سبلينك ارتري انوريزم ممكن ترابشر وتموت وهي حامل، فدي من ضمن الحاجات المهمه قوي. بعد كده الهيباتيك ارتري والسيلياك ترانك، طيب كل الارتريز دي بتسبلاي لو ريزيستنت فلو، فبالتالي هتلاقيها زي الكاروتيد مونوفيزيك. بعد كده ننزل سنه تحت نلاقي ارتر زي مزلومه كده طالع من السوبيريور اسمه السوبيريور ميسنتريك، بينزل كده من الاورطه ويروح من كده على يمين ومين تعال مره حضره السوبيريور ميسنتريك رجلين على يمين زي الاورطه والايبس خلاص، لان لو حصل ولفوا على بعض كده ده اسمه فولفوس او اسمه مارو كده، فده مهم جدا. السوبيريور ميسنتريك بيصدر جزء كبير جدا من الامعاء، يجي اخر واحد قبل الاورطه بايفيكيشن بيطلع من الليفت سايد كده وينزل اسمه الانفيريور ميزنتريك. يعني انت قصدك تقول ان احنا لو جالي دوبلر على الميزنتريك فيسلز قصدك تقول الثلاثه فيسلز دول والرابع بتاعهم السوبيريور ميزنتريك صح؟ لانك ساعات كده انت قاعد في المستشفى يتصل بيك يا دكتور انزل لنا عندنا عيان شاكين ام دي او. ايه ام دي او ده؟ ميزنتريك باسكولار مش عارف. هتنزل تبص على الثلاثه فيسلز دول. سيلياك مفتوح زي الفل، سوبر ميزنتريك مفتوح قشطه، سوبر ميزنتريك فين مفتوح وباتو فيجر وباتو فيجر اقصد حلو، السوبر ميزنتريك مفتوح شكرا جزيلا خلاص حسن. يعني ما عنديش حاجه على مستوى الميجور بيسنس. الموضوع طبعا مش بالسهوله ديت، هنبدا نقول اهو المنظر ده الاورطه سيلياك ده مش شايفين طريقه من الاورطه ازاي لان انا بص عليه كده عامل المنظر ده نفس سيجال تخيلته الطائر بقى او يسموه البالم تري زي النخله ماشي. هما ده منظر الميزنتريك ايه سيركيوليشن، المفروض ان البلاط فلو في الاورطه هاي ريزيستنت، لكن في السيلياك ترانك في كل برانشاته لو ريزيستنت. السوبيريور ميزنتريك انترميديت ريزيستنس هو الفيلو ميزنتريك، لما العيان ياكل يتحول الى ايه لو ريزيستنس، ده من ضمن الريديستريبيوشن سيركيوليشن اللي بتحصل مع الايه الاكل. لما اجي اجيبه لو وقفت عليه كده على البطن كده هيبقى البين مش مظبط معايا عشان اقيس الزاويه، فلازم انجل ايدي كده يا شباب لما اجي اشوف السوبيريور ميزنتريك ارتري بتاعي خلاص. وده منظر الجروب لما بقف عليه ترانسفيرس اهو، المنظر اهو كالاتي، الاورطه قدام السباين سيلياك ترانك يشاور على الليفر وسوبيريور ميزنتريك الحته اللي فيها الاسباس الفاضيه اللي فات دي اسمها اورتو ميزنتريك ويندو، بيعدي فيها حاجتين السيرد فارت اوف ذا جيلر والليفت فينال متفقين؟ عشان كده لما بتديه بيفعص يعمل نات كراكر او يعمل سوبيريور ميزنتريك ارتر سندروم اللي هو بنفعص فيها السيرد فارت اوف ذا ديودنم، تيجي لك بنوته عماله تخس وبترجع ترجع بسبب الموضوع ده، كل شويه تخس وتخس الفيجر سيركل والفات ويندو ده يقل، اسمها سوبيريور ميزنتريك ارتري سيندروم. مهم جدا انا اشوفه ترانسفيرس ده الاورطه وده السيلياك ترانك حسب الهيباتيك ارتري وسبلينك ايه ارتري. اخر حاجه الانفيريور ميزنتريك قبل الاورطه باي روتيشن بنعمل زوم كده بنلاقي الاورطه وطالع منه دايركت ترانسفيرس يسموه نيد لايك فتفوته كده طالعه منين؟ من الايه؟ من الاورطه.
اوكي. يبقى عندنا هنا في هذه الورطه الهاي لاين سي النقطه فين الاستيل الكترون تعاطي الهيباتيك كوما الهيباتيك وهي واحد هنا كده قرشوس اسمه مين؟ اسمه الاسبراك السوبيريور ميزنتيك. تاني الصوره اللي فوق اورطه وفي واحد مشاور على الليفر سيليك وواحد نازل باللوما ومعدي تحت منه الفين الصغنون الاسود السليت لايك ده ده المنظر بتاعه. يبقى هنا كده الصوره بين هي ده الاورطه في الكرانك وده سوبر ميديتيك وده واحد شرط في الكلام ده السيد الضباط في الحته دي. مره كمان الاورطه طبعا ده الفيديو بس يعني الصوره هنا مش واضحه قوي بلاش منها. السرعات زي ما قلنا هنقيس في الاورطه دايما هتلاقي الفلو بتاعنا شويه هاي ريزيستيف السيلياك ترانك اللي انت شايف الصوره دي بيبقى له ريزيستنس تروح عند الاسبلينك الاسبلينك طلع كده وعم لازم كده فلما بيلف كده الدايركشن بتاعه داون وورد واخد لون ازرق عكس الدايركشن بتاع الاسبلينك دين اللي بيبقى واخد لون ايه؟ احمر. مفهوم اللي انا بقوله؟ وصل؟ طيب اهو الاسبلينك دين اهو شايفينه؟ شايف الدايركشن؟ السيلياك ترانك هو السيلياك ترانك طلع كده وبعدين ادى الاسبلينك فالاسبلينك عاطي منه ده واضحة؟ ايه يا جماعة قولوا لي واضحة الله يخليكم. ده منظر ان ايه الفيروميزنتريك ارتري بيطلع هنا كده قبل البايفوركيشن ب 5 سنتي اللي هو المنظر ده غلطة اللي حتى الدايركشن بتاعه ريفرس ليه؟ طلع كده وعكس كده لما عملت سمبل خد اللون الازرق وخد الدايركشن بتاعه. مفهومة؟ بالله عليكم. نعدي دي خالص. ده منظر العيان لما بيجي ده ثلاث عيان عنده شو ده سيقول ميزنتريك ارتري. العيان لما نيجي نفحصه ميزنتريك ارتري بنصومه صيام رمضان 12 ساعه. ليه؟ لان لو اشرب ميه حتى الميه نفسها بتخلي الامعاء تتحرك فبيبقى فيه فاسكولاريتي زياده. فهو راجل حب يوري لك على المنظر ده. فبالتالي لو في ستينوزس هتبقى السرعات فيه فولسلي هاي قوي لان هو السرعات زياده فلازم تعتمد على ان العين يكون فاستنج تمام. فالعيان جاي فاستنج تلاقي المنظر كده يبدا ياكل تلاقي الفلو يعمل كده ياكل اكتر يعني يشبع شويه على الاكل تلاقي الفلو يتحول للكاروتيد. هو نفس السوبر ميزنتريك بس مع مراحل الاكل. فعشان كده هو دايناميك بيبقى كده. امتى اقول في ستينوزس في الارتري؟ لما الاقي السرعه بتاعتي معديه 280 خلاص. ده فين؟ في السيلياك ترانك. في ناس قال لك لا احنا ممكن نقول الاتي في ستينوزس لو موجود في النيتف ارتري اللي هو لو السرعه اكتر من 240 في السيلياك الميزنتريك 290 و 300 يعني او السيلياك ترانك اكتر من لو هي اكتر من 70% تبقى اكتر من 320 و 400. لو العيان حاطط دعامه السرعات بتزيد شويه لان يعني طبيعه الدعامه هتضيق سنه فتلاقي السرعات العيان عنده ستيل وتركب دعامه في الارتري هتكون اعلى شويه من 240 ل 255. مفهومه دي؟ مفهومه؟ مفهومه يا شباب؟ يبقى السرعه بتاعتنا لما بتزيد في الشريان عن ارقام دي. في ناس قالوا نعمل حاجه زي الرينال اورتك ريشيو حاجه اسمها الميزنتريك اورتك ريشيو. لو السرعه في الميزنتريك ارتري تريبل اكتر من 3.3 الاورطه ده انديكيتور ان في هاي جريد ستينوز في الميزنتريك. يبقى انا عندي الارتري بتاعي قد يكون مسدود ما الاقيش فيه فلو خالص او قد يكون ستينوز. لو سنجل ارتري ستينوز ممكن ما يعملش سيمتومز عند العيان. ليه؟ لان في تعويض زي ما اتفقنا بينهم وبين بعض اناستومون. فبالتالي عايزين كام فيسل يبقوا افكتد؟ اثنين على الاقل سموها تو فيسل. العيان بيجي له مرض او وجع في بطنه شديد يسموها مش ذبحه صدريه الذبحه الباطنيه اللي هي عباره عن الذبحه الباطنيه ميزنتريك انجينا. يعني ايه ميزنتريك انجينا؟ العيان ياكل بطنه توجعه جدا. ليه؟ بيجي له بين سكيميك بين نتيجة الاستينوزس اللي في الميزنتريك ارتري. خلاص؟ العيان بيخاف من الاكل حرفيا وبيخس جدا ويخش في كاشيكسي عشان الحته بتاعت الميزنتريك ارتري. لكن لو الفيسل اتسد خالص ده اسمه ميزنتريك فاسكولار اوبلوجن. لكن لو الفيسل في ستينوزس او كرونيكالي اوكلودد ده بنسميه ايه؟ ميزنتريك انجينا. انواع الاستينوزيس اللي هتشوفها مثلا في السيلياك ترانك الثلاثه دول. اول واحد ده بيدد بتاع مين فاكرينه؟ تاني واحد ده اسيروسكليروزس بليك. تالت واحد ده مشهور مرض كده اسمه ميديان اركوت ليجامنت سندروم.
الاثنين كراس اوف ذا دايفرام ليهم اوريجين مشترك، ساعات بيبقى في فايبرس باند بتبقى تحت السيليا بتاعه، ساعات تغلس وتبقى فوق، فيجي العيان كل ما يتنفس ويعمل اكسبيريشن الدايفرام بيطلع، فتقوم ايه عامله هوك عليه كده. سوبيريور اندنتيشن للمنظر ده. مش ناس كتيره هيلثي انديفيديوالز، حوالي 15% من البشر عندهم السندروم دي، لكن لما يبقى العيان اسوشيتد ببين بنبدا نتدخل ونخش نعمل نقص الميديان اركوت ليجامنت ده عشان ما نعملش الاستينوزيس ده. منظره اهو بيدخل كده من الاسفار الى السوبيريور للاستينوزيس بعد التوجي بحوالي 5 مللي، خلاص. ودي السرعات بتبقى عاليه فيها جدا، خاصة لو العيان عمل اكسبايريشن. في ناس يقول لي طب مش هنعرف نعملها، اقول له روح للهيباتيك ارتري. لو رحت للهيباتيك ارتري لقيت الفلو حلو جدا مفيش اي ديلي في الاكسبيريشن تايم، وبعدين قام العيان واخد نفس وطلعه في الاكسبايريشن بقى في فالفس فالفس، ده انديكيتور ان احنا حصل عندنا استينوزيس في الاب اللي هو السيلياك ترانك، فده معناه ان احنا عندنا ساينز اوف ميديان اركويت ليجامنت سندروم سموها مالز ام اي ال اس. مفهومه؟ ليه عمل هو كده؟ لان الليفر ثابت، ساعات انت ما بتعرفش تجيبها هنا، العيان بتنفس مش عارف يظبطها، فانت ممكن تروح تعتمد على الاندايركت ساين دي، تروح تقف على الهيباتيك ارتري جوه الليفر وتشوف السرعه التاردس باربس اللي بيحصل مع الاكسبايريشن. اهو ده منظره العيان السيليك ترانك مع الاكسبايريشن، السرعه ايه؟ مع الاكسبايريشن السرعات بقت عاليه جدا، ده معناه ان احنا عندنا عملنا له سي تي انجيو، لقينا المنظر ده. شايفين الهوك لايك سيلياك ترانك شايفينه، او السوبيريور اندنتيشن استينوزس اللي بيحصل في مين؟ في السيلياك ترانك مع الاكسبيريشن. فالعيانين دول بيجوا يشتكوا من وجع في بطنهم فيج ابدومينال بين، مشهور قوي بقى في الستات من 20 ل 40 سنه. حلو كده؟ انما الاسيروسكليروتيك ديزيز يأفكت الرجاله اللي فوق 40 سنه بسبب السجاير. ده منظره من شايفين الاورطه والسيلياك ترانك عامل الهوك لايك ده بتاع السودا اللي هي دي شايفينها؟ السودة ديت هي عبارة عن الايه الميديان اركويت ليجامنت نفسه مضيق الحتة دي، خلاص. بيقول لك التبس دي انك ممكن تيفالويت الهيباتيك ارتري لو انت شاكك ان ايه، لو السيليك ترانك صعب انك تاكسس ليه. ده منظر الفيزيبل بروي لو تفتكره في بداية السيليك ترانك، ساعات الاستينوز دي بقى بريزيستنت ملوش علاقة بالانسبيريشن او صفر، تمام. انا بحاول قدر المستطاع ما اجيبش الحاجات الصعبه، بس سوبيريور ميزنتريك ارتري اهو، وده تايب ستينوزس بتاعته اهو، وقسنا السرعات مع دي ارقام خياليه طبعا، فده معناه ان احنا عندنا هاي جريد ستينوزس في الاورجن اوف سوبيريور ميزنتريك ارتري. تنزل تحت تلاقي الفلو دامبد وتاردس باربس، ساعات تمشي في السوبيريور ميزنتريك ارتري لغايه فين؟ ما هو طويل، بمشي معاه لغايه اخر حته اقدر اشوفه فيها، لازم الاقي السرعات كويسه. اول ما الاقي السرعات بتقل تدريجيا بهذا الشكل لغايه ما تختفي، ده معناه ان الارتري حصل له ثرومبوز اهو. ما الانجيو اهو الحته البيضه دي الكوسفايد الجزء البيتنت اللي السوبيريور ميزنتريك ارتري ساعات بتسد لسه، من ضمن الحاجات اللي بتسد الديهايدريشن، واحد دخل في اتاك اوف ديهايدريشن فتقفل الارتري او تقفل الفين او الامبوليزم. ده منظره لما بيتسد بتلاقي الفين كده وتلاقي الارتري شكله النقطه الصغيره كده، ده اللي هيتصل بيك يقول لك لو سمحت انزل لنا في الطوارئ وصلنا فيه ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن ولا لا، يبقى وظيفتك تبص على الارتري والفين تاكد ان هما مفتوحين، تمام يا شباب. الحمد لله. منظر تاني للسيلياك ترانك، شايفين الهوك لايك ابييرنس بتاع ال، وده عيان كان من ضمن العيانين بتوعنا عملناه، وكان برضه قصه الايه الاستينوزيس اللي موجوده. ساعات السيلياك ترانك في بدايته او سوبر ميزنتريك ارتري يتسد اهو، الجزء الاوريجن بتاعه من الاورطه مسدود، لكن مالي بكولاترال لونه احمر من تحت كده اهو، ده منظره حتى في الاسطره هتلاقي منظره جميل قوي. الجزء من الارتري مسدود لكن في كولاترال داخله في، حد تشوف حاجه دي. يبقى الاوريجن بتاعه كان في ستينوزس وحصل له اولموست ثرومبوزس. يعني ساعات بتلاقي السوبر ميزنتريك ارتري ماهوش ثرومبوز، ممكن تلاقي فيه انوريزم. المنظر ده توصفه بقى سيست لايك، عشان كده اي سيست في البطن لازم تفتح عليه كلر تتاكد انه مش انوريزم، تمام. ده الديستريبيوشن بتاع الارتريز دي. ساعات الاوكلوجن بيبقى في المين ارتري زي ما احنا شايفين في اول صوره، او في تاني صوره وانت ماشي كده تنزل تلاقي السرعات تقل تدريجيا لغايه ما تلاقي حته ما فيهاش. اخر صوره الحاجات الديستال اوكلوجن دي مش بتاعتك،
بتاعت الانجيو بقى او بتاعت اي حاجه تانية. لكن احنا بالنسبه لنا الجزئين الصورتين الاولانيين هم دول اللي احنا بندور ايه عليهم ليكون فيهم اوكلوجن يعني. خلاص ده سوبيريور ميزنتريك فين ثرومبوزس اهو الصوره دي الفين واحد اوكلوجن وبضغط عليه ما بيدخلش تمام، ولو حطيت كلر مش هيملى كلر تمام كده. من ضمن السوبيريور ميزنتريك ارتر يا شباب مهم قوي ان احنا نشوف حواليه الفات نظيف، لان ده عيال عنده سوبيريور ده سيليك ارتر السوبيريور ميزنتريك ارتر ماشي هنا جوه ماس جوه بنكرياتيك ماس. من ضمن الساينز اوف ماس ريستكتابيلتي مقدار الانكيزمنت او الباسكولار انكيزمنت في الارتر، يعني لو الارتري او الشريان متحوط بالماس اكتر من 90 درجه ده بيديك البول ريستكتابيلتي مش هتعرف تتشال. فدي من ضمن الحاجات اللي ساعات بنحب ندور عليها، عشان كده في العمل بنهتم جدا نوريك منظر السوبيريور ميزنتريك ارتر. ما هي دي الماس اللي وريتها في اخر المحاضره بتاعت البورد اللي عباره عن في ماس بنكرياتيك يعني مش هنلاقي الارتر متحوط تقريبا 360 درجه داير داير بالماس ليجن تمام. فده طبعا بور ريستكتابيلتي اهو مره ثانيه الارتري اهو ماشي جوه الماس، فده بور ريستكتابيلتي مش هي ايه مش هي مش هينفع ان هو ايه يشيلوه، فبيمشي بالياتيف بقى سيرابي وحاجات زي كده. يبقى سريعا كده احنا خلصنا بالنسبه للبروتين او الميثيل الكتريك. اول حاجه هتشوف السيليا بتاعه البرانشين الهيباتيك والستلينك، تاكد ان الشيء هو المضبوط مظبوط والسرعات فيهم عاليه من 240. السوبر ميزنتريك ارتري يهمني جدا انه في ليفت رايت ريليشن شيب مع السوبر ميزنتريك فين، وان السرعات فيه ما تزيدش عن 200 و 200 تمام. لو زادت السرعات عن كده بنبدا نكوريليت حاجه اسمها ميزنتريك ارتري. والانفيريور ميزنتريك ارتري برضه نفس الكلام يكون بيتنت والسرعات فيه ما تزيدش عن 200 مظبوط كده. دي اهم حاجه عندي في التراك. والميزنتريك فين السوبر ميزنتريك فين على الرايت سايد بتاع ارتري والدايركشن بتاعه وبعته بيه دولت اللي يهمني. الفات اللي حوالين السوبر ميزنتريك ارتري مهم جدا اشوفه، لان لو الفات ده انفلتريتد هو ابيض كده هنعلمك تشوفه في العمل. لو حصل له انفلتريشن ده انفلتريشن لو في ماس ليجن معناه ان هي عامله انكيزمنت لهذا الفات. في مرض اسمه ميزنتريك اسمها ميديان اركوت ليجامنت سندروم، ده بيجي مع الاكسبايريشن عين يعمل نفس يحصل سوبر انفلتريشن للارتري كده ماشي. ده وظيفتك انك تشوف في ستينوزس في نهايه الاكسبيريشن. طب في نقطه مهمه قوي للسيليك ترانس، عشان كده بنقف على الهيباتيك ارتري بنأسس له حصل دامبنج للفلو مع الاكسبيريشن بتقول ان الاستينوزس ده سيجنيفيكانت وعامل مشاكل للعيان مظبوط كده. ساعات الميزنتريك ارتري تلاقيه ثرومبوز تمام او تلاقيه ستينوز، اي حاجه تقول تشوفها اعملها. ممكن يبقى مفتوح في اوله تمشي معاه لغايه طول ما الفلو ماشي والسرعات كويسه على قد ما تقدر والبرانشات عماله تطلع خلاص يبقى زي الفل. لو لقيت الفلو السرعات بدات تقل فيه تدريجيا لغايه ما وصلت لحته ما فيهاش فلو تقريبا يبقى ده ديستال اوكلوجن زي الصوره الثانيه اللي احنا شفناها الصوره او يبقى مقفول من بقه من بدايته. خلاص الميزنتريك فين لو لقيت جواه ثرومبس تطلع تشوف في الاسكلينيك او في البورتال، وبيبقى غالبا لما بتضغط عليه كده بالايد بيبقى كومبريسابل. ساعات ما لو في ثرومبس ما بيبقاش كومبريسابل. خلاص دي من ضمن الحاجات اللي بيقول لك عليها لو سمحت شوف لنا ام في او او ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن. ضن يا شباب حد عنده اي اسئله في محاضره النهارده محاضره امبارح في العملي في اي حاجه عايزين تسالوا فيها؟ انا عايز اسمع اي اسئله من فضلكم. ها مفيش اسئله مخص مني نان اوكسجين، انما الهيباتيك ارتر هو اللي بيدخل ايه تاني. اي اسئله يا شباب حسسوني ان احنا قلنا محاضره. طيب ما عليك. طيب مستوعبينها؟ في حاجه اقولها تاني اعيدها؟ خلاص مش عايزين تشوفوني تاني خلاص قفلتوا مني خلاص ماشي مفيش مشكله. يلا موافقين خلاص قول لهم من البدايه هكلم محمد جمال ويظبط معاهم بحيث ان انتوا يبقى فيها هانس. هو
شايف نظرهم دايما لازم في عملي هانس اون. طبعا لازم محمد لازم في هانس اون الناس كلها تمد ايدها في كل المحاضرات. النورمال النورمال ده عيان واحد مش عيانين كتير فهم مش عايزين يمدوا ايديهم يعني يعني ما ينفعش الدكتور يجي لازم تبقى الدنيا خلاص ببلغ الدكاتره الناس عايزين يمدوا ايديهم على الايه في تاني. Any questions? زي الفل. Done. Okay. على بركة الله. ماشي أحمد.